بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري استكمال تشكيل الكابينة الحكومية وعدم اللجوء للعنف السياسي الذي حذرت منه المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الأخيرة. وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي أن الجانبين بحثا مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية لتستطيع الانطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح بعيدا عن الإرادات الشخصية والتدخلات الأجنبية.